لو ايه. واحد يسألك أقول لك هاي الضيفة حلوة اللي وياك ايه. الحقيقة حلوة شو كله أنا واحد تعارك وياه شلون إيه فاليوم أبو جقاير تشمبر ايه. عنده رجال ايه. شايب يعني الله يصحى العافية وقال عم أنا أظن أعرفك ايه. قلت له وين تعرفني ايه. لا قبل أنا كان عندي كي أشتغل على الخط هنا ايه. قال لا تطلع بالتلفزيون قلت له ايه. أنا أطلع بالتلفزيون ايه. قال أخذتها ايه صار عندك جهال ايه قلت له منو كان يقول لي مفيدة على على ايناس طالب برج العقرب قلت له لا عم تمثيل يعني قال ايه شنو ايه ما زوجته ايه لا لا قب علي وشلون تخليها تروح من ايديك شلون ما شنو انت بتفتهي انت ما تعرف انت ما اخذتها يسوي ايه. صدقوني يا حمد يعني كل عقلة يعني أنا عندي حبوبتي أيضا أكو عمل فوحدة تطلع يعني ما تريد نتريد غير واحد وهيكي أم عمل مسلسل هو وجيت أحيلها الفنانة وغيرها فحبوبتي مرة كبيرة أجل التحية حبوبتي موالدي يطيها العافية كان يقول لي شنو هاي وانت شنو هاي وجهها عسم ما أدري شنو وانت وين تلقاك وشك أحمر شنو قلت لك يا عمي مرة متزوجة هاي وأختي هاي يعني هم يقتنعون حتى اهلك مره ما يعرفون هاي يقول لك يعني فطره هي الطيبه والعراقيين وفطرتهم وطيبتهم تحيه لكل اهل العراقيين جمهورنا يخبط.